السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. بون، اليوم حبيت نعطي لكم واحد الوصفه، وصفه للمرضعات بوكو بلوس. هذه حبيبتي جابت لي السلق، صحاب الغرب يقولوا له سلق. قالت لي سبيسيالمون باش يكون عندك حليب لونالي. قولها يعطيك الصحه وان شاء الله يكون في ميزان حسناتك. بون، نقيته كيما راكم تشوفوا، نحيت من هذاك، جبدته لي هكا من الارض، راكم تشوفوا كيفاش داير، معناتها معمر تراب. نحيت هذاك التراب وغسلته كيما راكم تشوفوا، ونحيت هذاك الكبير يكون شويه شارف. ومام كي نشوف حبات هكا صغار راني نطيبهم، كي نشوف كبار نحيهم. قطعتهم هكا صغير صغير. بيان سور السلق لازم يتنقى تري تري بيان باسكو يدور عليه كلش كيما راكم تعرفوا في الارض، معناتها كاش حشرات كاش كيما تعرفوا، لازم يتغسل ويتعاود يتغسل ويتعاود. حطيت انا اون غوند باسين هكا عمرتها بالماء، وبقيت نرمي فيها هذاك السلق اللي نقيته، بليتو اللي قطعته. شوف هنا راني نوريكم كي بديت نجبد فيه، لقيت هذوك واحد الحبات هكا صغار تاع الورد، يكون نايض معاه. بيان سور نحيته كامل ورميته في هذاك الماء، وليت نغسل ونشلل نغسل ونشلل. دوكا تشوفوا كيفاش. بون، هذا السلق هايل، كاين اللي يديرو توخت، كاين اللي يديرو. كنت نهار من قبل درتو فطيرة، معناتها درت اون بات بريسك تشبه البيتزا، برك ما فيها ني بيض ما فيها والو، فيها ملح وفارينة. ومن بعد نعطيكم لا غوسيت اللي حب بيان سور. واليوم نفحت لي في شطيطها، كي قلت لراجلي ندير شطيطها قال لي هذيك كوليها غير انتي، وخليته في راحته. دائما هو كوم التقاليد تاعنا وتاعهم ماشي كيف كيف، دونك يهاب الحاجه اون فوا يدوقها خلاص تعجبو. دونك بقيت لهنا في لاكويزين، وكان عندي شويه لوغاز من الماكله، خليتها وقلت نزيد غير هذه شطيطها وين سالاد ورحمه وربي. بون، غسلته هنايا، غسلته عاودته. ومن بعد حطيته هكا في الكسكاس. بيان سور ماشي رفتو من الكسكاس سي بون، حنعاود نفتح العين ونعاود نغسل حتى يروح له كامل هذاك التراب، معناتها تكوني متاكده باللي غسلتيه تري تري بيان. ما درت فيه والو، ني قطره لو جافاني والو، باسكو يبدل الكو. كاين اللي يقول لك باسكو من الارض ولازم ديري قطره لو جافيل، نو انا هي ما نقدرش ندير في حاجه ناكلها لو جافيل. فوالا، هاي ليك شت هذاك اللي طفاو من الفوق، هذوك نحيتهم كامل، وبقيت نغسل ونعاود كيما راكم تشوفوا تحت العين. و ميم طون نحي هذوك الصفوريه اللي يكون شويه ضربه فيه الشمس وكامل. غسلته. بون، هاد لا فيديو جات شويه مطوله باسكو بقيت دايره لي زيتاب كامل، خليتهم مع اللي يد وحده، ما عنديش اللي يعاوني باش ندير لا فيديو، دونك شويه كان طويل. بغيف، غسلته هنايا وحطيته يقطر قطر مليح مليح، وجدرت ديت باش نطيب. جبت الطنجره هذيك، عندي مغرفة عسل وثوم ومغرفة هريسه، الملح عندي، فلفل الكحل عندي، عكري وعندي كمون. بون، نحط هنايا هذاك السلق تما. عندي هاد البلاصه سبيسيال باش نطيب فيها. جبت قرعه تاع الزيت، وهنايا المغرف شويه صغيره كما راكم تشوفوا، درت واقيلا واحد ربع مغارف. انا دابيتود ما نكيلش، مي معاكم حبيت نوريكم اونكا اللي يحب ياكلها. ولا درت ربع مغارف ودرت وخليت النار شويه ما ناقصه ما زايده باش يدبل كامل. راكم تشوفوا هنايا شغل جاتني نص 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 مرميطه، فينالمون غير يطيب يحبط كامل تولي القيمه. فوالا، خليته حتى نحبط كامل هذاك السلق، ورحت او ميم طون ندير في بديت ديجا بالملح. كم نعرفوا هدايا فيه بزاف الفيتامين، فيه لو فيغ، فيه المغنيسيوم، مليح تاني يعني قلت للمرأة المرضعة يعطي لها الحليب. دونك ما لازمش تكثري الملح بزاف، باسكو هو يجي دابيتود هاد الحوايج اللي نزرعو في الارض يجو مالحين، ما مو تغسليهم تجي عندهم نسبة الملوحة. درت شوية تاع فلفل الكحل، ندير العكري شوية تانيت، وندير شوية كمون.
هو يحب الكمون باسكو على بالك لو غو تاعو يجي شويه كيما الدرسه تاع الحوت، اكو تعرفوا بالثوم وكامل، يجي يعطي هذيك النكهه. فوالا هاوليك كترت بزاف صح، ومن بعد كي طلعت لي ريحه حسيت باللي مازال يخص، دونك زدت شويه كمون من الفوق وحكمت هذوك السنينه تاع الثوم وقطعتهم. الثوم انا ما نحبش نرابيه، نحب نقطعو دي غونديل. هاي ليك حكمت هذاك الثوم. بون الموس هنايا ما ساعدنيش باسكو صغير، تاع فاكهه برك، وعلى اللي جا في يدي رفتو. دوك نبدل، بديت ندير هكا، شوفو صغير صغير رقيق، يطلق بالبنه تاعو تري تري بيان، ماشي كيما يكون مرابي ديجا تاكلو النار. دونك انا نحب نستبنو، اون بليس على بالكم بلي الثوم غني بالفيتامينات، دونك مادا بيا ما تستغناوش كامل عليه. فوالا اني قطعته كامل هكا وبدلت، درت 3 سنات، كنت مقطعة 4 فينالمون درت 3 سنات باسكو كانت الحبة كبيرة. فوالا طبعا كل نهار وش حيكون، ماشي كل يوم دو ليكس، ماشي كل يوم طيبات طيبات طيبات، كل نهار وبركتو، نهار تكون المراه عيانه تجوز حاجه وخلاص يعطيك ناكلو، ودي فوا يكون لقانا طيبي بالعقل وفي غرضك بشويه بشويه. الوغ كملت كامل هذوك سنيناتو وخلطت تري تري بيان هذيك السلق. بعد ما كان ديجا هنايا كان هذاك يطيب على الفوار، كان ديجا بدا يهبط، وحطيت هذيك المغرف تاع الطماطيش وبديت نخلط فيها هكا باش يدخلوا كامل هذوك لي زانغريديون. خلطته تري تري بيان وخليته يتكتك، حنبط كامل هذوك على الجوانب. جيت هنايا بديت نخلط، ما على باليش على واش شاركتكم هاد لا فيديو، كانت مطوله ان شاء الله ما تكونوش كرهتوها مني. اللي متوحشني طبعا بون، هنايا زدت هذيك المغرفه تاع الهريسه وبقيت دايت جايبته مع هذاك الزيت كامل باش ما يتحرقلناش بيان سو. زدت شويه كمون كيما حكيت لكم من قبيل، قلت لكم ما طلعتليش مع داك الفار، ما طلعتليش البنه بصح ما نقدرش نحكي لكم هذاك هو يطيب وهي تطلع هذيك الريحه البنينه. راني نهضر على المحبين السلق، انا من قبل ما كنتش نحبو كامل، اون فوا وليت نديرو دي توخت هكا سبنيتو بعد خلاص وليت ناكلو. غطيت على عليه على هذيك المرميطه. بون درت قبل شويه ما كترتش، درت الماء مغلي بليتو ما سخون وحطيته بعد ما مرقت. فوالا كنت تشوفوا غير شويه برك ماشي بزاف. علاش لو كان جا وحده ما نديرلوش كامل الماء باسكو هو ديجا يطلق الماء، مي كي يدي تحنزد له شويه بطاطا باش طيب فيها. هاي ليك بطاطا كنت ديجا قطعتها درتها عشوائيا مرصوات هكا، حطيتهم كامل في الطنجرة ويشرب هذاك لاصوص البطاطا تاعنا بيان سور. مملو كان تكون مالحة شوية البطاطا تاعنا البطاطا هذيك تنحي كامل هذيك الملوحية. راني غطيتها على المرميطة، نقصت الغاز وخليتها. فوالا هاي اللي طابت لي، شوف كيفاش جات مجمره. بون نسيت ما وريت لكمش وقيله لا فيديو كان ديجا راحت لي ولا ما على باليش. درت حبه بيض و حطيتها مع هذاك لو طون، قلت لو طون لي يجي راجلي باش يتعشى. كانت عندي لا فريتوز شويه طاير فيها الزيت وكامل، نقيتها واش درت، نحيت كامل هذاك الزيت صفيته ودرت البرودوي فورس اكسبريس اللي ما نستغناش عليه طبعا.
درت سيغتو من الفوق باسكو كانت ناخذت لي لا كولور تاع القليان، درتها كامل هكا، ودرت مام في هذاك هذيك السله حطيته في ليفي وخليته ياخذ بعضه. لو طون هذاك رحت جبت من الفريجيدير، كان جاب لي هذا ما عندك مين تهربي منها، دونك نقيتها ونحيت لها كامل هذاك الجلد تاع الصدر. الصدر هنايا باسكو نيتيليزي نديرو بون، قطعت الدجاجة بعد ما شوتها كامل واللي نحيت منها الجلد نحيتو. هذه التحتانية انا نحبها وناكلها ونموت عليها، وعلى بالي يقولوا ماشي مليح وتراكم فيها الامراض، وما على باليش انا نموت عليها. فوالا شوفوا شحال من مرسوخ خضات لي، حطيتهم كامل في هذيك السله ودرت عليهم الخل وخليتهم ان بون مومون. رحت انا لهذيك السله، شوفوا بعد ما نقيتها حكيتها الله الله، شوف هذيك البيوديه كيفاش رجعت باسكو كانت صفراء كامل، حكيتها بهذاك برودوي جا مليح. غسلت الغسله الاولى شللتها عاود رجعت ليه، كي شللته بيان عاود درت له الملح وخليته ثاني شويه. نشفته وحطيته هكا في لابلونش هذيك. واش ندير؟ ستفهم ونحكم سكجبير اللي هو زنجبيل بودر ونديره كامل فيه، معناتها لازم هذيك الزنجبيل يحطهم لي. هاني نوريكم انا في الطريقه تاعي، كل واحد كيفاش يحب. بون حنايا كل واحدة تدي ديزاستيوس وهي لها الاختيار. فوالا حكيتهم مليح، قلبتهم من لوطخ كوتي تانيت ودرت لهم تانيت هذاك السكنجبير وخليته فيها شويه. وداك الوقت انا رحت جبت لي ساشي تاعي، لي ساشي باش ندير كل مرسو في ساشي، نهار اللي نحتاج مرسو نجبدو ندي كونجيليه ونخدم به. فوالا البنات ها اللي كاني درت كامل. هذه هي الطريقه، عجبتني بزاف. مام كي تجبدي المرسو تاعك يجي هايل، يجي والغر هايل، هذيك البنه تاعو تطلق تخي تخي بيان. فوالا راني درت كل مرسو في ساشي باش نديرو في الكونجيلاتور. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه وصحه. تهلاو في رواحتكم، مع السلامه.